وعدنا لحبايبنا نكمل موضوعنا نحن وانتو. ودايرة اقول لكم نحن لو لفينا الدنيا كلها يا اصحاب بعد حنية الام ما بنلاقي احنا من الحبوبة. لو مرضنا بتسهر علينا، ولو زعلنا بتراضينا، وما بتسمح لأي زول يتكلم علينا، ولو قلنا حبوبة حجينا بتبتسم وبفرحة تقعدنا حواليها زي العصافير، وهي الشجرة الحنينة. يلا يا أصحاب نشوف حكاية الحبوبة. جات الحبوبة والعيال الصغار الحلوين وهم قاعدين، قالوا للحبوبة دايرين حكاية جديدة. الحبوبة فكرت وقالت بتعرفوا العسل؟ قالوا لها بنعرف العسل. الحبوبة قالت لهم أكلتوه؟ قالوا أكلناه. وطبعا العسل فيه شفاء للناس، يعني بيعالج الناس من بعض الأمراض. الله يكفينا شر المرض يا وليداتي. أها الليلة حكايتنا عن بياع العسل. قالوا كان في راجل ساكن في مدينة كبيرة، وكان بيبيع العسل كل يوم، يشيل العسل ويمشي في الطريق والناس كلها بتشتري منه. وفي يوم من الأيام الراجل شال العسل الصباح بدري ومشى في الحلة يقول العسل العسل، العسل لذيذ، العسل دواء وفيه شفاء، العسل غذاء، يلا يا هن اشتروا العسل. وما في زول واحد اشترى منه. تاني قاعد يقول العسل العسل والناس كلها كأنهم ما سامعينه. سيد العسل استغرب وقال الناس بيقوا ما بيسمعوا ولا شنو؟ وليه ما بيشتروا مني العسل؟ هل حصل شنو؟ يتحير ووقف ما عارف يعمل شنو. وسمع الناس بجنبه بيتكلموا. واحد بيسأل اسمع يا أخي جبت العسل ده من وين؟ قال ليه والعسل ده من الشارع الثاني. اسمع العسل ده نظيف؟ قال له نظيف، ده عسل زي الفل وما فيه ولا زبابة واحدة ولا حتة وساخة، يعني ما زي عسل الراجل الدجال داك. لا لا لا، الراجل داك عسله كله مليان زباب، آخر مرة اشتريت منه أولادي دفقوه ولا أكلوه. شكرا لك، أنا ده دربي عليه أمشي أشتري منه. بياع العسل قال أنا عسلي وسخان وكله زباب، عشان كده الناس بيمشوا يشتري من البياع التاني. عرفت السبب. بياع العسل بقى كل يوم يجي في الحلة ويمشي في الشوارع ويكورك العسل دواء وفيه شفاء، العسل حلو، العسل غذاء، وما في زول بيجيب خبره ولا ببيع. لحد ما بقى فقير وما عنده قروش، وعيد ما المليمة الواحدة وأولاده بقوا جعانين والحالة ضاقت بهم. بياع العسل مشى المحكمة وقال للقاضي، اشتكى للقاضي وقال له أنا يا حضرة القاضي راجل فقير. القاضي قال له أمشي اشتغل ربنا يرزقك وتبقى غني. البياع قال له يا حضرة القاضي أنا قصتي غريبة، أرجوك أسمع شكيتي وساعدني. القاضي قال له اتفضل قول يا راجل. بياع العسل قال أنا أصلا ببيع العسل، وكنت ببيع كل يوم عسلي كله والحمد لله، لكن لي مدة طويلة الناس بيقوا ما بيشتروا مني. القاضي قال له يمكن الناس خلوا يشتروا العسل. البياع قال له لا يا حضرة القاضي. القاضي قال له يمكن العسل حقك مخشوش بتزيد عليه حاجة. بياع العسل قال له يا حضرة القاضي أنا جيتك تساعدني ولا تتهمني؟ القاضي قال له لكن السبب شنو خلى الناس ما يشتروا منك العسل بعد ما كانوا بيشتروا منك؟ أكيد في عيب في العسل. بياع العسل قال له في الحقيقة يا حضرة القاضي هم بيجوا يشتروا من بياع ظهر جديد وقالوا العسل حقه ما فيه زباب ونظيف، وعسلي أنا مليان زباب ووسخان. القاضي ضحك قال لي وانا يا بياع العسل داير اساعدك، لكن ما عارف لي طريقه اساعدك بها، وانا شايف انه عدوك الاكبر هو الذباب. المتهم الاول في قضيتك هو الذباب، وانا كقاضي المدينه دي حكمت على الذباب بالقتل، يقتل بيدك انت، وانت عندك تصريح من اليوم. بياع العسل قال له
التصريح كيف يعني؟ القاضي نضح كاتب المحكمة وقال له أكتب عندك من تاريخ اليوم. وافق القاضي على إعطاء تصريح مفتوح لبيع العسل في المدينة بأن يقوم بقتل كل الذباب في هذه البلدة وفي جميع بلدان العالم. وقال القاضي لبيع العسل أمسك الجواب ده خليه معاك، ولو زول سألك وري له، ولو قدرت تقضي على الذباب تقدر تبيع عسلك بالراحة وتكسب. مع السلامة. بيع العسل زعل من الحكم الغريب ده وما قدر يقول حاجة بعد حكم القاضي. طبعا بعد حكم القاضي ما في كلام، وشال التصريح وهو مارق من مكتب القاضي شاف له ذبابة في كتف مساعة القاضي، طوال الطاخ ضربه لحد ما مساعد القاضي وقع وتلموا العساكر وشاله، لكن ما في زول قدر يسأل بياع العسل. ومرق البياع من المحكمة فرحان ومسرور لأنه قتل أول ذبابة من ذباب العالم. رأيكم شنو؟ كلنا ناخد تصريح ونقتل الذباب في كل العالم، ويا ريت بياع العسل يقدر يتخلص من الذباب ويبيع عسله. انتهت حكايتنا، وكل آملنا وقايتنا نتلاقى في أحسن ساعات. ودحتكم الله، ودحتكم وتحت الله عند الرسول.